السلام عليكم. اليوم عندنا سمك سلمون مشوي بالفرن. طبعا اول شيء خل، زيت زيتون، ليمون، كزبرة، فلفل ابيض، بابريكا. الحين نحط الخل مع زيت زيتون، ليمون، ملح، كم بهارات السمك، بابريكا، فلفل أبيض، ثوم، وكزبر مطحونة. خلطهم كذا. الحين هذه التتبيلة، بعدين نحطها هنا. الحين بعد ما تبلناها نحطها هنا. نحطها بالفرن العادي تقريبا نص ساعة، وفي بالفرن الكهربائي على درجة حرارة 200 نص ساعة برضه. الحين برضه الحين نسوي الصوص اللي مع السمك. بصل، هذا اللي بقي من التتبيلة. الحين نحط ملعقة ونص دقيق كبير، وملعقتين ليمون، نحط كريمة الطبخ الحين. إذا احتاجت موية زيد موية، إذا احتاج موية نزود ونبدا نحرك لين يصير بالقوام ذا، يتساوى كذا خلاص نطفي. هذا الحين بعد ما خلصنا ما شاء الله.